الحازمه الحاسمه. مهندس خالد مرتجي، حقيقه احلى منسق للامانه مع الفيفا، ودور رائع ودور جميل وبهدوء شديد جدا جدا. مهندس خالد مرتجي الف 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 مليون مبروك، فرحه وسعاده طاغيه هنا في مصر يا باشمهندس. حبيبي يا كابتن احمد، والف الف الف مبروك على كل المصريين وعلى كل الاهلاويه، ودايما كده النادي الاهلي بيسعدنا، ودايما كده النادي الاهلي هو بيبقى سبب في الفرحه على وجوه المصريين عامه والنادي والاهلاويه الجمال يعني خاصه. والف مبروك للاهلاويه اللي موجودين في قطر، اللي استقبلونا بحفاوه، اللي موجودين في ال في ال في الاستاد، اللي قال النهارده جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قال ان جمهور الاهلي هو اللي اضاف البهجه على بطوله قطر. يعني فعلا يا كابتن احمد، لو هذه البطوله ما كانش فيها النادي الاهلي ما كانش هيبقى فيها طعم، لان الجمهور هو اللي فعلا عمل لها طعم، وحتى هما بيشجعوا البايرن. يعني الحقيقه كان يعني دايما الاهلاويه كده بيسعدوا كل حاجه بيبقوا موجودين فيها. الحمد لله جمهور الاهلي كله استنى، جمهور الاهلي كله استنى وشجع البايرن. ها كابا كانوا بيشجعوا البايرن، وانت عارف طبعا احنا العلاقه اللي بيننا وبين البايرن علاقه جامده جدا وعلاقه حلوه جدا من يمكن من 2010. فالحمد لله على كل شيء، والحمد لله ان احنا يعني مجهود الرجاله بتوعنا اللي فعلا يستحقوا ان اسمهم يتكتب في تاريخ انجازات النادي الاهلي. مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه، اللي يعني راجل ما كانش بينام وقد كده كان يعني قريب من الناس، وتحس ان هو وجوده بيحمسهم وبيحفزهم ان هم يعملوا تاريخ لاسمهم. مبروك لموسيماني، مبروك لسيد عبد الحفيظ وجهازه الاداري، مبروك لكل البعثه اللي موجوده اللي كل واحد فيها ما بخلش باي مجهود، علشان يعني في الاخر ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونحقق هذا الانجاز، لان في الاخر كل ده لجمهور النادي الاهلي اللي احنا فعلا كان نفسنا نسعده من اول ما جينا هنا الدوحه الحمد لله. طيب بمناسبه جمهور النادي الاهلي بقى، احكي لي، نرجع فلاش باك من ساعه دخولك الدوحه وهذا الاستقبال الرائع للنادي الاهلي ممثلا لمصر العظيمه، ثم بالختام الجميل النهارده بالتتويج والهتافات والاغاني والاهازيج التي لا تتوقف حتى الان. والله يا كابتن احمد حاجه يعني، شوف عدينا يعني احنا بقى لنا 15 يوم تقريبا هنا. نعم. يعني الحقيقه ما حسيناش خالص يعني بالرغم ان احنا قاعدين طبعا في زي ما انت عارف في فقاعه طبيه وما بنشوفش حد، لكن احساسنا كده وانت قاعد في الفندق وتلاقي الهتافات من بره، الناس بتيجي وعارفه انها مش هتشوفك. نعم. لكن بتهتف للنادي الاهلي وبتهتف للعيبه. لو تشوف النهارده واحنا بنتفرج على ماتش الباير، الجمهور كله بيهتف للعيبه، وحاجه تخليك تقشعر بجد، حاجه تخليك تحس قد ايه النادي الاهلي عظيم، حاجه تحس ان يعني الواحد بيبقى بيفتخر. والله يا كابتن احمد انا حتى السعاده على وجوه الناس اللي موجوده المنظمين، سواء من اللوكال يعني اللي هم اللجنه المنظمه المحليه اللي في قطر او الاتحاد الدولي، قد ايه كده النادي الاهلي لما موجود بيضيف يعني حاجه جميله. وربنا يا رب يجعلنا دايما يعني كده في انتصارات، وربنا يجعلنا دايما احنا النهارده يعني الحمد لله النادي المصري والنادي الافريقي الوحيد اللي كان موجود في هذه المحفل 6 مرات، وانك انت تكسب او تتوج بالمركز الثالث مرتين في 2006، والنهارده بنكررها بفضل الله سبحانه وتعالى في قطر 2020 سنه 2021. فده يعني فضل كبير من ربنا ومنه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى. وربنا زي ما بنقول برضو ايه، ربنا يا رب دايما كده يجعلنا سبب في فرحه المصريين وفرحه الاهلاويه. خالد، يعني اعتقد انتوا كنتوا احسن سفراء لمصر، ووصلتوا الرساله اللي الدوله كلها عايزه توصلها عن مصر وعن ما يحدث في مصر الحقيقه، من احترام ومن انتصار ومن انضباط ومن تقدم. بتصور ان انتوا وصلتوا الرساله كافضل وكاحسن ما يكون. والله الحمد لله رب العالمين. احنا يعني دايما الواحد اي حد زي ما قلت بينتمي للنادي الاهلي او بيمثل النادي الاهلي لازم يبقى يعني جدير بهذا التمثيل، لان دي مؤسسه
وكيان عظيم لابد ان هو دايما يشرف اي حد ان هو يكون بيحمل اسم النادي الاهلي وبيكون في بعثه زي دي. فكل الناس الحقيقه حتى كابتن خطيب النهارده سبحان الله بعد الفرحه وبعد التتويج قال احنا عايزين نفرح بقيمه النادي الاهلي. نعم. ما تبقاش الدنيا منفكش وبهرجه، لا احنا عايزين نفرح بقيمه النادي الاهلي، وده اللي اتعلمنا من الكابتن حسن وتعلمنا من الكابتن صالح والفريق مرتجي رحمه الله عليه. نعم. وكل الناس الجميله والرموز بتاعتنا. كمال بيحافظ على رحمه الله يا سلام طبعا. نعم. وكمال بيحافظ كابتن الوحش الله يرحمه طبعا. نعم. والمهندس محمود طاهر طبعا. كل الناس اللي رأست هذا الكيان العظيم. نعم. يعني الحقيقه كلنا بنتعلم منها، وربنا يا ربي دايما كده زي ما قلت يجعل الاهلي دايما كده فوق ورايته فوق، وان شاء الله ما حدش يلحقنا ابدا. البينالتي الاخير كنت عامل ازاي؟ والله ما شفته يا كابتن، ما تضحكش عليه اقسم بالله. انا شفته بعد كده، امير توفيق ورهوني على البتاع، ما كنتش قادر. يعني ما كنتش قادر يعني البينالتي بتاع الصد الشناوي ده ما شفتوش. انا كنت خلاص يعني بعد البينالتي بتاع العارضه بتاعت مروان بدلك والله. باري بدلك يعني. آه. ما قدرتش ابص على حاجه ثانيه لغايه اما الحمد لله ربنا بقى كرمنا وفرحنا كلنا وفرحنا الاهلاويه اللي يستاهلوا كل خير. خير سفراء لمصر. خالد مرتجي بشكرك شكرا جزيلا، والف الف الف مليون مبروك. ايه